بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الووند هيلينج. قبل ما نتكلم عن الووند هيلينج عايزين نفكر بعض كده بتعريف الووند. تعريف الووند كان ايه؟ loss of tissue continuity due to mechanical trauma. عشان هنحتاج الكلمتين دول دلوقتي. اول حاجة loss of tissue. تعريف الووند هيلينج هو ايه؟ في loss of tissue. فما هو دور الووند هيلينج؟ هو replacement of loss of tissue. replacement of lost tissue by granulation tissue. يبقى أول حاجة replacement of a lost tissue by a granulation tissue. طيب إيه هو granulation tissue؟ هنقول دلوقتي بعد شوية وإحنا بنشرح الفيزيس. بعد كده granulation tissue matures ويبقى scar tissue. يبقى هو ده التعريف ببساطة. تعريف الwound healing هو replacement of lost tissue by granulation tissue then matures into a scar. يبقى دي أول نقطة. تاني نقطة هنتكلم عنها phases of wound healing. phases of wound healing. أول phase اسمها substrate phase أو inflammatory phase. تاني phase proliferative phase. تالت phase remodeling phase. لو تفتكروا مرة فات سألنا قلنا هو الwound هو inflammation ولا مش inflammation؟ قلنا هو إيه تعريف الinflammation؟ تعريف الinflammation tissue response to irritant. وقلنا من انواع الirritant يكون ميكانيكال فيبقى هو inflammation. يبقى مش هنسى ان اول phase في الwound healing هي inflammatory phase لان الwound inflammation وليها اسم تاني substrate. طيب يبقى دي هنسميها مرحلة التنظيف. بتيجي الخلايا تنظف الجرح. طب دي اول مرحلة. تاني مرحلة بشكل عام proliferative يجي مكان دلوقتي في defect في loss of tissue في defect. يبقى انا محتاج املى الديفكت ده. يبقى البروليفريشن بروليفريتيف فيز يتملي المكان بس بشكل عشوائي بشكل غير منتظم. بعد كده تيجي المرحله الاخيره ريمودلنج ممكن نسميها مرحله السنفره مرحله التأييف. احنا ممكن نحفظ الفيزز اوف ووند هيلينج بكلمه ايه؟ اس بي ار. لان الووند هيلينج دايما بيحتاج ايه؟ بيحتاج صبر. فممكن نحفظها من باب التسهيل اس بي ار. نتكلم عن الووند هيلينج. نتكلم عن الفيزز اوف ووند هيلينج. اول فيز انفلاماتوري فيز. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه حصل لوس اوف تيشو وبريكج في السكن او في اي تيشو. هنتكلم هنا عن السكن. فالبريكج ده بيعمل بريكج برضو في البلاد فيزلز. اتفتح البلاد فيزلز بدا يطلع دم. طيب لما يطلع دم اول حاجه لازم تحصل في بليدنج هنا او في هيموريج. ايه اللي يحصل؟ هيموستيزيس. اول خطوه لازم ايميديت هيموستيزيس الجسم لازم بيعملها. يعني ايه هيموستيزيس؟ هيمو دم وستيزيس يعني يوقف الدم يوقف النزيف. هيوقفه بايه؟ بثلاث طرق. واحد فازوكونستريكشن ضيق الاوعيه فيقل الدم اللي رايح. حلو. تاني حاجه ثرومبس فورميشن فقفل الديفكت. تالت حاجه بليتلت لازم يكون ليها دور فيبقى في بليتلت اجريجيشن في ثرومبس فورميشن هنا ويبتدي البليتلت معدية تلاقي رف سيرفس هنا فتبتدي تستيك عليه تلزق عليه وبعد كده تطلع ايه؟ تطلع اي دي بي. الاي دي بي ده بيرجع يعمل لها اتراكشن تاني فيجي مور بليتلتس. مش بس كده يقفوا على او يستيك على الرف سيرفس لا كمان ده بيملوا الفيلد او يملوا الووند كله فيبقى فيه بليتلتس. طب دي هتعمل ايه؟ هتفرز حاجتين. البليتلتس هتفرز حاجتين. اول حاجة سيتوكاينز. ايه هي السيتوكاينز؟ لو نفتكر سيتوكاينز هي الانفلاماتوري ميدييتورز. يعني ايه انفلاماتوري ميدييتورز او كيموتاكتيك فاكتورز؟ يعني ايه؟ يعني بتعمل اتراكشن للانفلاماتوري سيلز. طب ايه هي الانفلاماتوري سيلز اللي هي هتعمل لها اتراكشن؟ اول حاجه النيوتروفيلز وعارفين دور النيوتروفيلز مع البكتيريا. تاني حاجه الماكروفيج. طب الماكروفيج احنا عارفين ليها دور وفي دور جديد ليها هنا المره دي. هي ليها نوعين في نوعين منها. نوع منها بيعمل الدور اللي احنا عارفينه انجلف ايه بقى؟ اكيد اورجانيزمز او مايكرو اورجانيزمز وي الدبري او الدي فايتالايز تيشو. تمام. طب الدور الجديد اللي موجود هنا ايه؟ هو ريجوليشن ريجوليت. طب بتريجوليت ايه؟ فايبروبلاستيك اكتيفيتي. ريجوليت فايبروبلاستيك اكتيفيتي.
يبقى قلنا هي بتفرز اول حاجه ايه؟ سيتوكاينز. السيتوكاينز دي دورها ايه؟ بتعمل اتراكشن للانفلاماتوري سيلز اللي هم ايه؟ نيوتروفيلز، ودي عارفين دورها مع البكتيريا، والثانيه ماكروفيج. الماكروفيجز بتعمل ايه؟ ليها دور احنا عارفينه، دور جديد، الدور اللي احنا عارفينه انجلف. انجلف في ايه؟ مايكرو اورجانيزمز وديبري وديفايتلايزد تيشو، يعني بتنظف. احنا قلنا دي مرحله التنظيف. تاني حاجه الدور الجديد اللي علينا ايه؟ هو ريجوليت او ريجوليشن. ريجوليت ايه؟ فايبروبلاستيك اكتيفيتي. طيب فايبروبلاستيك اكتيفيتي ده بينشط اكتر حاجه في ايه؟ في البروليفريتيف فيز، هنقوله بعد شويه. يبقى ده اول حاجه، اول ماده بتفرزها. تاني ماده بيفرزها ايه؟ فازو اكتيفا ماينز. زي ايه فازو اكتيفا ماينز؟ لو نفتكر هيستامين. ايه تاني غير الهستامين؟ سيروتونين، بروستاجلاندين، اي حاجه من الحاجات دي بتعمل ايه؟ دلوقتي البلاد فازلز بقت مليانه نيوتروفيلز وماكروفيج جاهزه عايزه تشتغل، وطلع شويه في الوند فيلد، احنا عايزين، لا عايزين كميات كبيره، فلازم الهستامين يفرز علشان بيزود الفاسكولار بيرميابيليتي، فتبتدي تطلع الخلايا. الخلايا موجوده هنا، يبتدي يطلع في ماكروفيج، تطلع في نيوتروفيل، تطلع. طلعت الماكروفيجز وطلعت النيوتروفيلز، فالفيلد كله بقى مليان ماكروفيجز ونيوتروفيلز، هيعملوا ايه؟ هيعملوا دورهم لسه قايلين، مش هنكرر تاني. طيب يبقى احنا كده المرحله دي انتهت بايه؟ مرحله الانفلاماتوري نظفت المكان، المكان كله اتنظف، وفي نفس الوقت بيتكون كده بفايبروبلاستيك اكتيفيتي زي ايه؟ انيشال فريم ورك، حاجه ثان كده خالص، وحاجه فراجايل جدا. ندخل على البروليفريتيف فيز، ايه اللي هيحصل فيها؟ هيحصل فيها ثلاث حاجات. اول حاجه فايبروبليجيا، تاني حاجة أنجيوجينيسيس، تالت حاجة ريبيثيريزيشن. هنتكلم عن كل نقطة لوحدها. فايبروبليجي إيه اللي هيحصل؟ إحنا بنقول بروليفريتيف فيز، هنلاقي هنا في فايبروبلاستس تبتدي بتبقى موجودة. فايبروبلاستس إيه دور الفايبروبلاستس؟ هتلاقي إيه؟ كولاجين. بس هتلاقي كولاجين تايب إيه؟ دي نقطة مهمة، تايب 3، وده بيكون ثين فراجايل. وطبعا إحنا عارفين الكولاجين، معلومة على جنب هنحتاجها بعد شوية، بيحتاج فيتامين سي عشان يتكون. والجراوند سبستنس، والجراوند سبستنس دي عامله زي الطوب والاسمنت. الطوب لازم عشان نلزقه في بعضه لازم اسمنت، فدي الطوب ودي الاسمنت. ففايبروستيشو تبتدي الفايبروبلاستس تلاقي كولاجين فايبرز وتحط كمان جراوند سبستنس. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ ده هنسميها كده في الايرلي. الليت ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي السيلز تقل والفايبرز تزيد، يعني يبتدي السيلز دي تختفي وتقل، بقى كانوا 3 بقوا 2 بقوا 1 والفايبرز تزيد، الفايبرز تزيد. طيب دي اول حاجه. طبعا الثلاث حاجات دول بيحصلوا مع بعض بالتوازي، انا مش بقول اول حاجه وتاني حاجه يعني دي بعديها دي بعديها دي، لا بيحصلوا مع بعض بالتوازي. الانجيوجينيسيس ده عباره عن ايه؟ الانجيوجينيسيس ده عباره عن ايه؟ الانجيوجينيسيس ده هو التعريف بتاعه growth of a new fragile blood vessels او capillary loops. يبقى new وكمان بقى fragile، ده حاجه معموله على عجله بسرعه عشان المهم المكان يكون الفاسكولاريتي فيه كويسه علشان الهيلينج يكون اسرع. طيب بيحصل ازاي؟ حصل breakage في blood vessels، يبتدي الـ injured endothelium تطلع vascular endothelial growth factors. الـ growth factors دي تروح تخلي يبتدي يكون endothelium، بس الـ endothelium هنا مش هيبقى فيه lumen. بعد شوية يحصل necrosis ويبقى فيه lumen، بعد شوية يحصل necrosis ويبقى فيه lumen اهو، بعد شوية يحصل نفس الحكاية وهكذا لغاية لما تملى المكان والفاسكولاريتي تبقى عالية. طيب بس حاجة بتتعمل بسرعة، حاجة بتكون thin وفراجايل، فسهل انها يحصل فيها injury او تبليد تاني. طيب اخر حاجة re-epithelialization، ايه اللي بيبتدي يحصل؟ الابيثيليم بيبتدي يكريب كده، كريب واحدة واحدة ناحية دي والإيدج التانية كذلك واحدة واحدة. تمام، يبقى احنا حصل في مرحلة البروليفريتيف فيز ثلاث حاجات، فايبروبليجيا، كولاجين فايبرز تايب 3 ودي بتبقى ثن ومعها جراوند سبستنس، وطبعا الاثنين دول على بعض ليهم اسم كده واحنا لسه قايلينه في التعريف، جرانيوليشن تيشو. يبقى جرانيوليشن تيشو ما هو الا
كولاجين فايبرز تايب 3 وجراوند سبستانس. ايه جراوند سبستانس دي اصلا؟ لو نفتكر كده مع بعض، ميكو بولي ساكرايز تبقى عباره عن جلايكوبروتين، يعني فيها بروتين برضه، وهنحتاج الكلام ده بعد شويه. طيب، وبيحصل انجيوجينيسيس، قلنا بيكون نو وفراجايل، وبيحصل ري ايبيثيلياليزيشن. اخر البروليفريتيف فيز اللي موجود، الايبيثيليوم بيقرب على بعضه عشان يقفل، في فايبرس، فايبرس تيشو كتير وسيلز اقل. الفايبرس تيشو هنا بس لسه كولاجين تايب 3 وده ثن وفراجايل، في انجيوجينيسيس بس برضه نو وبتبقى فراجايل. فاحنا عندنا دلوقتي بقى في فريم ورك محترم نوعا ما موجود. ايه اللي بيبتدي يحصل بعد كده؟ الريمودلينج فيز، قلنا مرحله بقى ايه؟ التأييف. ايه اللي بيحصل؟ في حاجتين بيتغيروا. اول حاجه احنا لسه بنقول تايب 3 كولاجين وده ضعيف وكده، بيتحول الى تايب 1 وده سترونج. طيب ايه التغيير الثاني؟ الفايبرو بلس، احنا لسه عمالين نقول عماله تقل تقل، فاغلبها بيختفي خلاص ما عادش موجود، وجزء منها بيتحول الى مايو فايبرو بلس. يعني ايه مايو؟ مايو يعني لها كونتراكتايل فانكشن. طيب هنحتاج النقطه دي بعد شويه. الترتيب، يعني ايه ترتيب؟ احنا الكولاجين فايبرز كانت بتترص بشكل عشوائي كده، عشوائي، فطبعا برضو لا السترينث والتنسايل سترينث بتاعتها هتبقى ضعيف. لا، بعد كده تبتدي تترص بشكل منظم، بشكل منظم، فيحصل ري الاينمنت، ري الاينمنت الكولاجين فايبرز. فالري الاينمنت والمايو فايبر بلس الاثنين يعملوا ووند كونتراكشن. طب الووند كونتراكشن ده هيعمل ايه؟ ايه فايدته يعني؟ هيقرب الجزء من بعضه، وشويه شويه هيزود بقى التنسايل سترينث. بس هل اللي هي قوه الجرح نفسه او قوه التيشو، تماسك التيشو نفسه مع بعضه، هل هيرجع لي السابق يعني كانه ان انجرد؟ يعني هيبقى تيبيكال زي الان انجرد سكين او قريب منه حتى، يعني مش قريب، مش بعيد عنه قوي، بس برضه ماكسيموم هيبقى 80%، ماكسيموم هيبقى 80%، مش هيعدي ال 80%. طب ايه تقليل؟ هتقلل الفاسكولاريتي. هنا كان في فراجاي بلاد فيزلز بتتكون علشان بس نعدي المرحله دي ويحصل الهيلينج، فهتقل الفاسكولاريتي ويتكون سكار تيشو. احنا لسه كنا بنقول تعريف ايه؟ ريبليسمنت اوف لوست تيشو باي جرانيوليشن تيشو ذن ماتورز ريمودلينج، دي مرحله الماتوريشن الى سكار تيشو. بس يبقى احنا كده خلصنا الووند هيلينج فيزز. بدانا بايه؟ بالانفلاماتوري فيز، دي عباره عن مرحله التنظيف. اول حاجه فيها بنعمل هيموستيزيس، نوقف البليدنج عن طريق فازو كونستريكشن، ثرومبوس فورميشن، بليتليت اجريجيشن. البليتليت بتطلع شويه مواد، سايتوكاينز تجيب شويه خلايا، الخلايا انفلاماتوري سيلز تقوم بالدور بتاعها، تنظف المكان، وفي نفس الوقت ليها ريجوليشن للفايبروبلاستيك اكتيفيتي، وتفرز ماده ثانيه فازو اكتيف امينز علشان تزود وجود الخلايا في الفيلد بتاع الوند، فبتزود البرميابيليتي فتزود وجود الخلايا. خلصنا الفيز الاولى. ثاني فيز بروليفريتيف فيز، دي عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات، فايبروبليجيا، انجيوجينيسيس، ري ايبيثيلياليزيشن، بيحصلوا مع بعض بالتوازي. فايبروبليجيا في الاول يبتدي الفايبروبلاست تلاقي كولاجين تايب 3 وجراوند سبستانس طوب واسمنت، بعد كده شويه لا السيلز تبتدي تقل والفايبرز تزيد. الانجيوجينيسيس ده بيتكون عندي ايه؟ نو وفراجايل بلاد فيزلز او كابيلاري لوبس. وقلنا بتتكون ازاي؟ ري ايبيثيلياليزيشن، يبتدي الايبيثيليا من كل اتش كريب كريب تو ايتش اذر في اتجاه بعض عشان يقفلوا الوند. طيب بعد كده يبقى خلصنا الفيز دي. اخر فيز هي ريمودلينج فيز، مرحله الماتوريشن، بيحصل فيها تغيير ترتيب تقليل. التغيير ايه؟ ثلاثه كولاجين فايبرز، الثلاثه اللي قلنا هو ضعيف وثن وفراجايل، بيتحول الى واحد. الفايبروبلاس كنا عمالين نقول انها بتقل يعني اغلبها هيختفي وجزء منها هيتحول الى مايو فايبروبلاس. طيب ايه تاني الترتيب؟ كانت الكولاجين فايبرز بتترسب بشكل عشوائي، لا هتبقى بعد كده فلاينز، فبقت السترينث بتاعتها اقوى، فالاثنين دول مع بعض يعملوا ووند كونتراكشن، التماسك بتاع الووند يكون اقوى فهيزود التنسايل سترينث. تنسايل سترينث دي جمله ام سي كيو كانت موجوده في الكتاب. ماكسيمم يوصل ايه؟ 80% من التنسايل سترينث اوف ايه؟ ان انجرد سكين. التقليل اخر حاجه اللي بتقلل الفاسكولاريتي اللي هي كانت ايه؟ المفروض حاجه ابنورمال، نو فراجايل، نو فراجايل حاجه مؤقته كده فهتقل، وبعد كده يتكون ايه؟ سكار تيشو. هو ده اخر حاجه. يبقى احنا كده خلصنا الفيزز اوف ووند هيلينج. بعد كده ندخل على ايه؟ فورمز اوف ووند هيلينج. فورمز اوف ووند هيلينج عندنا ثلاثه، فيرست انتنشن وسكند انتنشن وثيرد انتنشن. يعني ايه فيرست انتنشن وسكند انتنشن وثيرد انتنشن؟ انتنشن دي يعني نية اكيد.
فدي اول نيه للجراح، اول نيه للجراح ان هو يقفل الجرح، اول نيه للجراح انه يقفله نظيفه زي الفل. طب تاني نيه ليه ان هو خلاص مش نافع يتقفل، يبقى يسيبه يلم هو لوحده. تالت نيه ليه انه يحاول معاه ويسيبه لوحده وبعد كده يرجع يقفله برضه. يحاول معاه يعني ايه؟ يعني هنوضح دلوقتي، هو في كونتامينيتد ممكن يبقى انفكتد، فليه دي ليها تعامل وليها تعامل، وبعد كده يرجع يقفله بس متاخر مش اول لما يجي له يقفله. يبقى دول فيرست وسكند وثيرد انتنشن. في الباثولوجي مثلا يقول لك ده فيرست وسكند، قال لك هنا ليها علاقه بالهيلينج، هنقولها دلوقتي النقطه دي. طيب هنقارن بينهم في جدول هنلاقيه موجود في المذكره، هنقارن بينهم في 5 نقاط يعني ممكن نحفظه بكلمه ايه؟ تجهز. التي ووند تايب، الجي هل في جابنج ولا لا، الاتش الهيلينج هيبقى طريقته ايه وهنتكلم عنها دلوقتي، الاس حاجتين سوتشرنج هقفل ازاي، والسكار شكله عامل ايه. طيب الووند تايب فيرست انتنشن يعني ده عيان جالي جرح نظيف، جرح نظيف وقفلته اول لما جالي، يبقى الووند تايب هيبقى ايه؟ هيبقى كلين اكيد. طيب يبقى السوتشرنج هيبقى ايه؟ برايمري سوتشرنج، وهنقول دلوقتي الفرق بينهم. هنبدا بالبرايمري سوتشر. برايمري سوتشر يعني ايه؟ يعني عين جالي اول لما جالي قفلت الجرح خيطته خلاص، ده برايمري سوتشر. طب هل هنا يكون في جابنج؟ احنا بنقول جرح نظيف، وقلنا قبل كده جرح نظيف لا ما فيهوش جابنج، ما فيهوش لوس اوف تيشو. طيب هيلينج، الهيلينج هيبقى ماشي ازاي؟ يعني هل الابيثيليوم هي اللي هتتكون الاول ولا وتملى الجاب، ولا الجرانيوليشن تيشو هو اللي هيتكون الاول؟ طيب انهي هيبقى احسن؟ اكيد ده فيرست انتنشن دي هيحصل فيها الحاجه الاحسن. ايه هي الحاجه الاحسن؟ هيبتدي الابيثيليوم يتكون الاول، الابيثيليوم يتكون الاول. وليه هو اللي يتكون الاول؟ الاثنين بيتكونوا في نفس الوقت، بس ايه اللي يخليه هو اللي يتكون الاول ويقفل الاول، وبعد كده الجنوشن تيشو هو اللي يملى الجاب اللي تحت. الجاب مش كبير، الجاب مش كبير، والايدجز انا عملت لها على طول ابروكسيميشن على طول مباشره، جاي لي الجرح كلين، احنا قلنا كلين يعني اقل من 6 ساعات، جرح لسه جديد قمت ايه قافله على طول. فلما قفلته يعني انا ايه فايده سوتشرنج اصلا؟ انا بقرب الايدجز عشان يكون الهيلنج اسرع، فانا قربت الايدجز على طول الابيثيليوم، على طول الابيثيليوم قريب واتكون. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيكون الجايد بقى بتاع الجرانيشن تيشو فورميشن زي ما احنا قلنا هو بيبقى بشكل راندوم، فهنا في جايد لا هو محدد له المساحه دي بس يلي فيها كولاجين، وبعد كده يتكون فايبرس تيشو والجرانيشن تيشو ثم السكار تيشو. فهيطلع الجرح شكله عامل ايه؟ او السكار هيطلع شكله عامل ايه؟ هيبقى سكار كوزموتيك لينير، جرح نظيف او سكار نظيف. طيب يبقى الهيلينج هنا ايه اللي حصل؟ ابيثيليوم الاول ولا جرانيوليشن تيشو الاول؟ لا ابيثيليوم الاول، وبعد كده جرانيوليشن تيشو. طيب سكند انتنشن ده جرح ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى كونتامينيتد، ممكن يبقى جابنج، جرح كبير واسع، جرح كبير وواسع، فممكن يبقى كونتامينيت، ممكن يبقى جابنج. انا هسيبه مش هقفله خالص، هسيبه يلئم لوحده، هسيبه يلئم لوحده. طيب هسيبه مش هقفله، هسيبه يلئم لوحده، يبقى هل هيبقى في سوتشرنج؟ بقول هسيبه مش هقفله، هسيبه يلئم لوحده، يبقى ما فيش سوتشرنج. جابنج بنقول جابنج اه. طب في الحاله دي بقى جرح بالمنظر ده تتوقع ايه اللي هيحصل؟ جابنج كبير، هل الايدجز ابروكسيميتد؟ لا طبعا مش ابروكسيميتد ولا حاجه، ده الدنيا واسعه خالص. فايه اللي هيحصل؟ هبتدي يتكون الاول الجرانيوليشن تيشو، جرانيوليشن تيشو، جرانيوليشن بشكل عشوائي طبعا، مفيش ليميتيشن ليه بقى ولا اي حاجه. بعد كده بقى يبتدي يتكون الابيثيليوم جايدد بالجرانيوليشن تيشو، فهيبقى عامل ازاي؟ شكل الريجولر ومرتفع عن الجلد. لا ده جرح اجلي، ده جرح ايه؟ اجلي. طيب يبقى كده اللي اتكون الاول ايه؟ ابيثيليوم ولا جرانيوليشن؟ لا جرانيوليشن. فنيجي هنا للتسميه بتاعه الباثولوجي بقى، يقول لك فيرست يعني ايه اللي بيحصل الاول؟ فيرست هل لو الابيثيليوم هو اللي بيتكون الاول يبقى اسمه فيرست انتنشن، لو بيتكون الثاني يبقى هو سكند انتنشن، وعندهم الاثنين دول بس. ثيرد انتنشن بقى ده بيحصل في حاله ايه؟ كونتامينيتد، ممكن كمان infected. طيب ده ايه اللي بيحصل؟ لو contaminated انا بتعامل ازاي وinfected بتعامل ازاي؟ هناخدها في المانجمنت بس نقول بشكل سريع. لو contaminated جرح contaminated بعمل معاه ايه؟ بستنى عليه لغاية 5 ايام، بغير الدريسنج كل يوم واشوف، ما
مفيش بس يبقى هو مش انفكتد، يبقى هو جرح نظيف خلاص اقفله. يبقى دي اسمها delayed primary suturing. طيب لو انفكتد هعمل ايه؟ انفكتد قلنا يساوي بس، في بس هعمل ايه؟ اكيد طبعا هفضي البوكيتس اوف ذا بس، والحاجه الثانيه هغير عليه برضو دريسنج وهديله انيبايوتيك، وبعد كده قعد اسبوعين مفيش بس خلاص بعمل له ايه؟ هنا بقى سكندري سوتشرينج. لا دي اكتر من 5 ايام، ده احنا بنتكلم فوق الاسبوعين، فاسمها سكندري سوتشرينج. جابنج ولا مش جابنج؟ النقطه دي مش فيها كلام. طيب الهيلينج هيبقى ماشي ازاي؟ بسيبه اوبن زي ما احنا قلنا، سواء 5 ايام سواء اسبوعين او اكتر، لغايه لما الانفكشن سبسايد، وبعد كده بعمل له سوتشرينج. طب الفتره دي اللي بيحصل بيبتدي يتكون جرانيوليشن تيشو لغايه لما الانفكشن سبسايد. طيب هيطلع سكار عامل ايه؟ ده حاجه بين الاثنين، فيطلع سكار لينير بس مش كوزماتيك، هو ريجولار ولينير بس مش كوزماتيك. يبقى احنا كده قارنا بين الفورمز اوف وند هيلينج، فيرست انتنشن، سكند انتنشن، ثيرد انتنشن.